درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر وجد نبيل من قناة دروس ببلاش، فابقوا معنا. أعزائي وحبايبي طلاب وطالبات سنة تالتة إعدادي، بشكر كل اللي تابعوا الفيديو السابق لده مباشرة، وهو كان حل جميع التدريبات الخاصة بالوحدة الأولى في كتاب المعاصر يونت 1 أراوند تاون. في أول تعليق على الفيديو هتلاقي رابط هتضغط عليه يوصلك لقائمة التشغيل أو بلاي ليست هيكون فيها كل ما يخص منهج تالتة إعدادي، سواء كان من كتاب جيم أو كتاب المعاصر. خلي بالك الفيديو اللي بعد ده مباشرة هيكون فيديو مهم جدا، هتجهز لي كراسة المعاصر للمراجعة والاختبارات اللي هو A week is enough. هتجهز لنفسك كده وتحل كل ما يخص الوحدة الأولى، وأنا هجهز لك فيديو إن شاء الله هيكون بداية صفحة A5، يبقى كتاب A week is enough جهزه، حل كل ما يخص الوحدة الأولى. طبعا من كان الافضل ان انا احل تيست 1 تيست اون يونت 1 في فيديو منفصل علشان اقول لك مواصفات الامتحان وازاي هتحل كل سؤال من الالف الى الياء. الامتحان حبايبي 30 درجه، الامتحان 6 اسئله. السؤال الاول هنشوف هنتعامل معاه ازاي، اللي هو finish the following dialogue. طبعا بيجي لك عباره عن ديالوج من 10 تبادلات 10 exchanges، عندنا 5 deletions or 5 gaps، 10 تبادلات 5 فراغات. خلي بالك مطلوب منك انك تكملهم. من الفراغات دي بيكون فراغين منهم بتبقى مطلوب منك تكوين سؤال زي عندنا نمبر 3 اند نمبر 5، وثلاث فراغات منهم اجابات زي 1 و 2 اند 4. نصيحتي ليك انك تقرا المحادثه كامله بدون حل علشان تعرف مين بيكلم مين، بيتكلموا فين، بيتكلمون عن ايه، والكلام ده كله. خلي بالك في حاجة هنا، a tourist is asking a guide for help، يعني سائح أو سائحة بيطلب من جايد مرشد للمساعدة. خلي بالك تعطى الجملة الأولى كاملة، تعطى الجملة الأولى كاملة. خلي بالك حبايبنا في أسوان ده كان الديالوج كان محافظة أسوان السنة اللي فاتت الترم الأول. تعطى الجملة الأولى كاملا، عند tourist can you help me please، فالجايد مبدئيا مش هيرفض ان هو يساعده، هيقول ايه هنشوف. بعد كده tourist بيقول له how can I go to the metro station، ازاي اروح المحطة المترو، فالجايد هيرد عليه، هنشوف هيرد عليه ازاي. بعد كده tourist هيسأله سؤال، بس الجايد هنا قال له no it is not far very far، لا مش بعيدة خالص. فأكيد سأل التورست هل المكان ده أو المترو ستيشن بعيدة، فهيقول له الجايد سوري التورست هيسأله can I go there on foot، يعني ممكن أروح سيرا على الأقدام أتمشاها يعني، فالجايد هيرد عليه. وبعد كده التورست هيسأله سؤال، هيسأله سؤال والجايد بيقول له it takes about 10 minutes to get there، يعني الكلام ده بيستغرق حوالي 10 دقايق للوصول إلى هناك. طبعا نبدأ نحل مع بعض، tourist can you help me please، طبعا في الرد هنا الجايد ممكن يقول yes of course او sure، الاثنين صح. خلي بالك انا هكتب لك كل ما هي اجابة باللون الازرق وكل ما هو سؤال باللون الاحمر. tourist how can I go to the metro station، فهنا مفيش خريطة نمشي عليها او حاجة معينة نقولها، فممكن يقول له go straight on، خليك ماشي على طول، then turn right or turn left، مفيش مشكلة يعني دي اجابة متاحة لك يعني. بعد كده التورست لما رد قال له no it is not very far، فأكيد التورست هيقول له is it far from here هنا far f a r is it far from here، قال له الجايد no it is not very far. تورست هيسأل can I go there on foot، ممكن أنا أذهب إلى هناك سيرا على الأقدام، فهنا يقول له الجايد yes you can، وممكن تنهي الجملة هنا yes you can، وممكن يقول له yes you can walk، yes you can a walk. بعد كده التورست هيسأل السؤال اللي هو الجايد بيجاوبه it takes about 10 minutes to get there، يعني عايز أسأل عن المدة وقت قد إيه يستغرق مني إن أنا أوصل هناك. طبعا هنا how long does it take to get there، how long كم طول المدة. طبعا انا قلت does علشان السؤال في present simple وكان الوحدة الكاملة كلها معظمها present simple it take to get there. خلي بالك الجزء اللي انا بسأل عنه مش بكتبه في السؤال،
يعني الجزء اللي بس على انه اللي هو ايه about 10 minutes اللي هو حوالي 10 دقايق ما بيكتبوش ايه في السؤال. يبقى how long does it take to get a there. السؤال الاولاني ده بيكون عليه 5 درجات. نيجي بعد كده للسؤال التاني read and complete the text with words from the following list. بيدي لك عبارة عن an unseen text كده from 50 or to 60 words يعني زي تكست صغير كده من 50 إلى 60 كلمة. بيكون عندك 6 كلمات بيبقى 4 فراغات. خلي بالك الست كلمات دول بيبقى فيهم كلمتين ما يخص كلمتين ما يخص الجرامر هاخد منهم واحدة وبعدين 4 كلمات اختار منهم 3 يبقى المجموع كده ايه 4. المجموع كده ايه 4. عندي فارز comfortable because results passengers or. طبعا اللي ما يخص الجرامر حبايب اللي هي because و or يبقى خلي بالك انا هاخد because or or بس يعني عشان تحط في اعتبارك الاتنين اللي يخص الجرامر تاخد واحدة والاربعة اللي يخص الفوكابولري الكلمات هتاخد منهم 3. طبعا ممكن تعمل pause للفيديو وحل انت ادي لك دقيقتين كده اهو وانت check your answers with me. اوكي we love traveling by train because it's interesting to look out of the train windows. يعني بنحب نعشق السفر بالقطار لانه او لان السفر ده ممتع انك تبص كده الخارج من عبر ايه نوافذ القطار. In one journey في رحلة واحدة you can see فارز. ليه فارز؟ هنا يقول لك crossing the night green valleys peaceful villages and busy cities. يعني تشوف معدية في النيل ووديان خضراء وقرى مزدحمة وآمنة. Trains are often fast and. خلي بالك fast and أنا عايز صفة. Fast and إيه؟ القطارات يعني في الغالب سريعة ومريحة. وإيه؟ ومريحة. 2. Egypt has the oldest railway in Africa. يعني مصر لديها اللي هو اقدم السكك خطوط السكك الحديديه في افريقيا. More than 800 million passengers travel by train in Egypt. يعني اكتر من 800 مليون مسافر او راكب ينتقل او يسافر بالقطار في مصر. خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه ان ده يعتبر جايبينه من محافظه الاقصر السنه اللي فاتت. يا ريت اللي من محافظة الأقصر يكتب لنا كومنت. والسؤال الأولاني كان من أسوان يا ريت إيه اللي من أسوان يكتب لنا كومنت. خلاص كده السؤال ده عليه حبايبي 4 درجات. السؤال الثالث بقى read the following text then answer the questions. بيجي لك برضو unseen text from 140 to 160 words. يعني بيجي لك عبارة عن قطع من 140 إلى 160 كلمة بيكون عليها 6 أسئلة. 3 أسئلة بنسميهم الـ MCQ اللي هو اختيار من متعدد وثلاث أسئلة 3 open-ended questions والسؤال ده عليه 6 درجات. نبدأ نحل مع بعض. In the past في الماضي people traveled on foot or on horseback and suffered many troubles. يعني يقول لك في الماضي يعني الناس كانت بتسافر على السير على الأقدام أو على ظهور الخيل وكانوا يعانوا من مشاكل كثيرة. The journey might take days to reach their destination. يعني الرحلة كانت ممكن تستغرق أيام عشان للوصول إلى يوصلوا لجهة الوصول يعني المكان اللي عايزينه. Nowadays الأيام دي اليومين دول يعني they travel by air جوا by land برا or by sea بحرا. People do not travel for the same reasons. الناس ما بيسافروش لنفس السبب. يبقى كده أنا عايز أستفيد بجملة كده أنا ممكن أقول لك people travel for many different reasons. Some people go on business. الناس بيسافروا للعمل يعني. This means that they are busy about something and they have work to do. يعني ده بيعني إن هو بيكونوا مشغولين عن بحاجة معينة. ولازم يشتغلوا او يؤدي الحاجه دي. Some people travel for their health. ممكن ناس تسافر خاصه ب
صحتهم يعني الصحة الاستشفاء يعني perhaps the doctor has told them that they must go to a warmer country or perhaps they have to go to a cooler one for the summer. على فكرة كل دي جملة واحدة من أول some people لغاية الآخر جملة واحدة. يعني هنا بيقول لك بعض الناس بيسافروا للصحة الاستشفاء، ممكن الدكتور يكون قال لهم إن لازم يسافروا للبلاد الدافئة أو ربما يضطروا يذهبون إلى مكان بارد في الفصل الصيف. In some places في بعض الأماكن there are health springs ينابيع مياه صحية، خلي بالك زي اللي في حلوان هنا عندنا في مصر يعني في القاهرة. The water flow of these springs is a special water يعني المية اللي بتخرج من هذه الينابيع دي خاصة، which is very good for health اللي هي يعتبر جيدة للصحة. People from faraway places come to drink the water of these springs or to bathe. يعني الناس من أماكن بعيدة يأتون ليشربوا المياه دي المياه الينابيع دي أو للاستحمام أو يعني إيه الاستحمام أو الاغتسال. خلي بالك ده سبب أساسي ده يكون إجابة سؤال. Perhaps ربما they are recovering from illness and the doctor has ordered them to have a change of air. يعني ممكن الناس بيستشفوا من مرض معين والطبيب كان قد أمرهم يعني إن هم يعمل زي إيه تغيير جو كده يعني. Some other people travel for other reasons. يعني برضو ناس تانية بتسافر ل أسباب أخرى such as مثل pleasure المتعة exploration الاستكشاف politics and study ممكن يكون لغرض سياسي أو الدراسة. نبدأ نحل بعد كده الأسئلة. choose the correct answer from A, B, C or D. number one the best title for the passage is أنسب عنوان للقطعة دي إيه؟ reasons for traveling أسباب السفر sick people الناس المرضى ما افتكرش the dangers of the sea مخاطر البحر طبعا ما افتكرش business is necessary الأعمال يعني طبعا مهمة لا طبعا هنا reasons for traveling. بعد كده number two traveling the past was السفر والترحال في الماضي كان easier more comfortable more expensive more difficult طبعا هنا عندي هنا more difficult. number three people who travel for space are busy الناس اللي بيسافروا لإيه بيبقى مشغولين pleasure recovering business change of air طبعا اللي بيسافروا لغرض الإيه العمل اللي هو الإيه business. بعد كده نيجي للثري open ended questions عند السؤال الرابع why do people come to health springs لماذا يأتي الناس إلى ينابيع المياه الصحية دي طبعا هي متجاوبة بشكل مباشر السطر في نفس الصفحة اللي عندك دي في سطر 3 ممكن تقول to drink the water of these springs or to bathe. number 5 summarize the first paragraph of the passage in one sentence اللي هي القطعة اللي هي الجزء الأولى ممكن تلخصها خلي بالك في جملة. خلي بالك أنا عايز أقول لك ملحوظة مهمة جدا تلخيص الباراجراف في جملة يبقى جملة يعني إيه يعني في فاعل وفعل وقد هناك مفعول لكن ما تقولش تلخصه كده وتكون كلمة أو اتنين لا بيبقى جملة. هنا ممكن نلخص الجملة الفيرست باراجراف ممكن نقول people travel for many reasons people travel for many reasons. بعد كده number 6 how do you think people will travel in the future ممكن ان تعتقد الناس هيسافروا ازاي في المستقبل هنا I think they will travel by rockets عن طريق الصواريخ flying cars etc وهكذا لأي سبب بأي شكل من الأشكال اللي انت ممكن تشوفه كيف يعني تعتقد الناس سوف يسافرون في المستقبل. السؤال اللي فات ده عليه 6 درجات. نيجي بعد كده للسؤال الرابع عندي choose the correct answer from A, B, C or D 6 جمل عليهم 3 درجات. خلي بالك جملة تخص الديفينيشنز اللي هو التعريفات وجملة تخص السينونيمز اللي هو المرادفات مرادف الكلمة أو المعنى جملة تخص الانتونيمز اللي هي المعكوسات أو الأوبزيتس جملة تخص السافيكسز اللي هي الناهيات وجملة تخص البريفيكسز البدايات وجملة تخص الجيسنج مينينج فروم ذا تكست اللي هو تخمين المعنى من خلال النص. نبدأ مع بعض علشان نحل كده اهو
Number one, to form the adjective from the word comfort, we add the suffix علشان نكون الصفة من الكلمة. خلي بالك هو بيقول لك الكلمة كمان، ما يحددلكش يقول لك فعل ولا اسم، لا، كلمة comfort we add the suffix ly ment able or ease، طبعا عشان comfort يعني يريح يسهل، يعني عندي هنا comfortable علشان تبقى مريح، يبقى انا كونت الصفة comfortable ماشي بإضافة السافيكس اللي هي A-A-B-L-E. Number two, the opposite of the word interesting is، عكس كلمة interesting، ما انت لازم تبقى عارف interesting يعني شيق، is enjoyable, boring, exciting or wonderful. خلي بالك interesting زي wonderful, exciting, enjoyable، يبقى أكيد هنا العكس، خليك لمح وانت بتحل برضو، يعني عكس كلمة interesting هي كلمة boring. Number three, Ismailia is a peaceful city. Ismailia مدينة هادئة وأمينة. The word peaceful، كلمة peaceful هنا هو طبعا ده جت في جنوب سيناء السنة اللي فاتت. Ugly, dirty, quiet, noisy. طبعا عكس sorry, the word peaceful means يعني معناها طبعا هنا إيه quiet. Quiet يعني إيه هادئ. Peaceful يعني هادئ. Number four, a or an space is a place where you can borrow and read books. مكان حيث تستعير وتقرأ الكتب. Office, library, sports center, airport. طبعا office يعني مكتب، library مكتبة، sports center مكان مركز رياضي، airport المطار، طبعا هنا library يعني مكتبة. Number five, we add the prefix. Prefix اللي هي البادئة، البادئة زي ما احنا اتفقنا في الشرح، قد تكون حرف او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة، بتكون في بداية الكلمة. انا اقول لك بداية كلمة علشان تكون شكل جديد او كلمة جديدة. بنضيف السافكس ايه to form the antonym of the word natural. natural يعني طبيعي. انا عايز اجيب البريفكس ايه علشان اجيب العكس ir in un or dis، طبعا بنختار un عشان تبقى ايه unnatural. Number six, please be space when you carry these bags. يعني خلي بالك كن حريصا عندما تحمل هذه الحقائب. Be careless, excited, bored or careful. طبعا be careful كن حريصا. السؤال ده عليه حبيبي ثلاث درجات. نيجي بعد كده للسؤال الخامس. Complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. ده بيكون عبارة عن خمس جمل اختبار جرامر. اختبار ايه يخص الايه الجرامر، او بنقول عليهم structure sentences. structure sentences عندنا الجملة الاولى طبعا كل ما يخص ال present simple، يعني اعتقد كله ده. this more the morning train leave at 7 o'clock every day. يعني طبعا ده كان في بورسعيد السنة اللي فاتت. قطار الصباح ده بيغادر. المواعيد خلي بالك التوقيتات والمواعيد الثابتة بنحطها في ال present simple، فleave هتبقى leaves. The train, the morning train ده كأنه it، فأضفت AS الجداول والمواعيد الثابتة بنستخدم الـ present simple. Number two, when do the film you are watching end؟ إمتى الفيلم اللي أنت بتفرج عليه ينتهي؟ يبقى عندك when فعل مساعد لازم do أو does. The film you are watching end، وهنا فعل في المصدر، يبقى هنا استخدم do أو does. هنا طالما the film يبقى اللي هي it يبقى إيه does. Number three, the librarian is waiting for me to leave. أمين المكتبة بيستنيني أغادر. The library space close after 25 minutes. المكتبة هتقفل بعد 25 دقيقة. كل دي التوقيتات والمواعيد الثابتة بنستخدم زمن المضارع البسيط. هنا بنقول إيه closes. بعد كده number four. The film has not finished. الفيلم مخلص. Its space finish at 9 o'clock. طبعا هنا هو برضو it finishes برضو المواعيد الثابتة، بستخدم زمن المضارع البسيط. بعد كده number five, I would prefer. خلي بالك would prefer لما احنا قلناه would prefer يجي بعدها to زائد المصدر somewhere outside، يبقى I would prefer to go. خلي بالك لازم تقول I would prefer to go، ما ينفعش go لوحدها. السؤال ده عليه خمس درجات. بعد كده write 110 words on the following review. طبعا ده a review on what you do on a day of the week، مجاب عنه في نهاية الكتاب. ده كان في محافظة البحيرة سنة 2022.
كده يبقى انتهينا من حل التيست كاملا. ما تنساش تحضر لي كتاب اويك از اناف وتحلي لي كل ما يخص الوحده الاولى بدايه من صفحه 5، وهجهز لك الفيديو الخاص بالحلول المختلفه. زي ما وعدتكم الفيديو عباره عن 20 دقيقه او 21 دقيقه، مش اكتر من كده. Thank you for watching.